مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مواكبتنا لقمة الأمل التي من المنتظر أن تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط لأول مرة في تاريخها في يومي 25 و 26 من شهر يوليو الجاري. ضيفنا الليلة هو وزير الخارجية الأسبق السيد محمد فالو البلال، سنناقش معه موضوعات القمة المختلفة. أهلا بكم ضيفي الكريم وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا مع الوزير. لنبدأ أولا من الأحداث الجارية الآن التي تجري الآن. تتناقل وسائل الإعلام العالمية والتركية بالذات أنباء عن حدوث انقلاب عسكري في تركيا. طبعا الأمور ما زالت ضبابية حتى اللحظة، وأعلن عنه قبل دقائق من الآن. ما هو تأثير الانقلاب العسكري في تركيا على القمة العربية وعلى العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم على الاستضافة. الأنباء الواردة من تركيا حتى الآن تقول بمحاولة انقلابية. لم تتأكد بعد الأخبار بنجاح الانقلاب وبسيطرة الجيش على كل مفاصل السلطة في تركيا. على كل حال، نجح أم لم ينجح، الأمور في تركيا لن تكون كما كانت بعد اليوم. وهذا أمر مهم جدا وكبير جدا وخطير جدا، وله تأثيراته على القمة نظرا لمكان تركيا في المنطقة في الشرق الأوسط، ما تاريخها مع العرب، موقعها الجيوسياسي، تأثيراتها فيما يجري في العراق وفي سوريا وفي لبنان، وفي يعني هي شريك حقيقي وفاعل حقيقي في الساحة التي سيجتمع العرب لتدارسها والبت في والنظر فيها. إذا أعتقد أن ما يجري في تركيا سيؤثر سلبيا أم إيجابيا؟ سيؤثر سلبيا، لأن تركيا العافية في تركيا معافاة، تركيا واقفة على أقدامها، وتركيا في بكامل قواها وتأثيراتها على الأقل تجعل القمة تتعامل مع وضع له معالمه على الأرض واضحة متغير. يعني الآن الضبابية وما يجري في تركيا، ما العمل؟ إلى أين تتجه الأمور؟ ماذا نفعل؟ كيف نتكيف؟ كيف نتأقلم مع الأوضاع الجديدة؟ هناك في القمة العربية من هو متحالف مع تركيا إلى حتى النخاع. هناك حلفاء لتركيا وهم فاعلون في الجامعة العربية. طبعا، يعني كيف ستكون الأمور؟ هذا سؤال كبير جدا، ويضع القمة أمام أحداث لم تكن تبحث عنها ولم تكن لها في حسبان. مع الوزير، لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن في حالة نجاح المحاولة الحالية للانقلاب العسكري، هل تعتقد أن القمة العربية كيف ستتعامل مع حكام أنقرة الجدد؟ على كل حال، إن السؤال بالاعتراف بالتجاهل بالواقعية السياسية، ولا أحد لا أحد عاقل في العالم غلط في موضوع تركيا. تركيا من حيث الأساس جيش له دولة، ما هو العكس. وبالتالي كل ما قيل عن الديمقراطية تركيا وعن الانتخابات في تركيا وعن عمق الديمقراطية في تركيا، هذا كله كان بالنسبة للمحللين السياسيين والدبلوماسيين اللي عندهم الخبرة وعندهم المعرفة والإلمام بملفات المنطقة، كله كانوا يديروه بين قوسين، لأن تركيا في الأصل وفي واقعها جيش له دولة. حاول أردوغان بالتأكيد أن يعمق فيها المسار الديمقراطي وأن يعتبرها دولة ديمقراطية بالفعل، وتعامل معها وقادها في هذا الاتجاه، لكن الواقع عنيد، هو أن تركيا جيش أولا قبل أن يكون دولة وقبل أن يكون حزب سياسي وانتخابات وما إلى ذلك. اليوم علينا، أعتقد أن القادة العرب سينظرون في شيئين. الشيء الأول، كيف ستتعامل السلطة التركية الجديدة معه. نعم. وبالتالي قبل الفعل اترك حتى نرى ماذا ستستقر عليه الأحوال في تركيا، ونتعامل معه بما يمكن من لياقة ومن مرونة ومن فهم. نحن لا نستطيع أن نملي
إرادة على 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 التركيين على 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 الأتراك، ولا نستطيع أن نوجه الأمور في تركيا إلى مسار نحن بالأساس لسنا متفقين عليه. نعم. لأن مصائب قوم عند قوم وائد. نعم. التناقل على ذكر ذلك، التناقل وسائل الإعلام أنه في إطلاق نار كثيف في دمشق ابتهاجا بما يحصل في أنقرة، كما قلت مصائب قوم عند قوم فوائد. من الواضح تماما أن المنطقة بين تيارين وبين اتجاهين واضح، يعني واضح المعالم، اتجاه الحكومة السورية ومن معها، تحالف روسيا وتحالف تركيا ومن معها إلى آخر ذلك. هل تعتقد الأمر واضح مع الوزير، هل تعتقد أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكمين في تركيا دفعوا ثمن التخندق في سياسة المحاور؟ هو الثمن اللي دفع بالدرجة الأولى هو إيمانه الجازم بديمقراطة تركيا، وحاول يقفز على تاريخ عميق ومتجذر جدا جدا من الانقلابات، هو تاريخ الانقلابات وتاريخ العلمانية الشديدة القوية المضمونة من قبل جيش. الرجل آمن بنفسه وبأطروحاته وبفكره وبإنجازاته، وذهب بتركيا بعيدا إلى أن انقطعت الشعرة التي تربطه بتاريخ وماضي الدولة التركية كدولة جيش. هذا هو الواقع. زيد على ذلك أنه دخل وما كان له إلا أن يدخل، على كل حال الحياد والنائب النفس من قبل تركيا في موضوع سوريا شيء مستحيل، لكنه ذهب بعيدا في اختيارات معينة كان يمكن أن يكون أكثر مرونة وأكثر توازن فيما يقوم به اتجاه المعضلة. لكن كما يقال أنه مهندس حزب العدالة والتنمية داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق اللي استقال قبل شهرين، حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن، يقال أن هذا صاحب نظرية صفر مشاكل. صفر مشاكل يعني يقال إنها كانت من أسباب نجاح الاقتصاد التركي. تجاوزت الأحداث الصفر مشاكل هذه منذ زمان، تقريبا منذ انطلاق أول إشارة على الربيع العربي انتهت صفر مشاكل وصارت تركيا واقعية. نظرية صفر مشاكل هي هدف نبيل وشعار كبير، لكن هل هو واقعي؟ صفر مشاكل صعبة صعبة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في موقع تركيا دولة آسيوية أوروبية لها تاريخها العثماني المعروف، لها مشاكلها مع الأكراد ومع الكرد إلى آخر ذلك. كانت صفر مشاكل كانت طموحة جدا وأقرب هي للطوباوية من هي إلى واقع، لكن قطعوا بها مرحلة بالتأكيد، أسسوا بها سلطة حزب العدالة والتنمية، تأسس وتقوى وكسب بها جولة من الانتخابات والسنوات الأولى، لكن بعد ذلك الواقع عنيد. طيب ما هي تداعيات على الأنظمة العربية، تداعيات ما يحصل في تركيا خصوصا في منطقة الشرق الأوسط؟ هناك من كان يراهن على توجهات الرئيس أردوغان في المواضيع كلها، في الرهانات والأحداث التي تعيشها المنطقة. هذا الحلف أعتقد أنه الآن أمام مشاكل حقيقية. انتهى؟ لا أقول انتهى، لأن الإنسان يتأقلم ويتكيف ويجد الحلول المناسبة لكل معضلة حتى إلى آخر ذلك، لكن بالتأكيد ستكون هناك مراجعة لكثير من الملفات والمواضيع في المنطقة. برأيك حتى نختم الموضوع التركي، ما هو برأيك ما هو موقف واشنطن وأوروبا بالنسبة للقمة العربية؟ أرجع للقمة العربية، توقعي هو طبعا إدانة المحاولة الانقلابية سواء نجحت أم لم تنجح. تتوقع أن القمة العربية ستدين ما يحصل؟ طبعا هي القمة
البلد المضيف اللي هي موريتانيا تبشر بالديمقراطية. حتى الانقلاب العسكري عندنا يجرم الدستور. تمام. يعني نحن بلد البلد المضيف بلد متمسك بالديمقراطية، متمسك بالدستور، بتطبيق الدساتير، بالانتخابات إلى ذلك، وبالتالي لن يكون إلا دافع باتجاه إدانة الانقلابات العسكرية. لكن مع الوزراء علاقات دولية. وبقية الأعضاء المؤثرين أصحاب القمة الحقيقيين الذين يعني حريصين على أن تنعقد القمة لتمرير بعض القرارات المهمة عندهم، هؤلاء بطبيعة الحال مع أردوغان قلبا وقالبا. طيب معالي الوزير، ننجو لذاك على كل معالي الوزير، أنتم كنتوا رأس الدبلوماسية الموريتانية فترة معينة، كنتوا وزير خارجية. هل الدبلوماسية الموريتانية ثوابت اتجاه العرب؟ نعم. ما هي؟ هو انتماء موريتاني للوطن العربي، وعروبة موريتاني في إطار هويتها الجامعة العربية الإفريقية، هذه ثابت تاريخي جغرافي. تعاملت معها الدبلوماسية الموريتانية منذ نشأتها إلى الآن. طيب ماذا عملنا من أجل التجذير؟ من أجل تجذير هذا؟ لما في السنوات 60 عندما تأسست الدولة الموريتانية، تأسست مرفوضة عربيا، صحيح، مقبولة إفريقيا ومدعومة فرنسيا. الجيل اللي أنا منه كنا ندرس ساعتين في الأسبوع اللغة العربية، وفي مرحلة معينة من الإعدادية كان قالنا خطروا بين هي والإنجليزية كلغة ثانية، العربية والإنجليزية كلغة ثانية. هذا يعطيك صورة وفكرة عن من أين نحن نأتي. هذا لم ما 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 ما, ما رد الموريتانيين، ولين طرحوا العضوية، طرقوا باب الجامعة العربية، رفض لهم الدخول. اعترف تونس فقط أعتقد. تونس يعني لي الجامعة العربية رفضت الدخول. اعترفوا عقب ذاك دول وحدات. لكن أعتقد أن الدول الوحيدة اللي اعترفت بنا ذاك تونس. تونس. جامعة الدول العربية رفضت، أعطينا 13 سنة وحنا دولة مستقلة قائمة موجودة ما هي في الجامعة العربية حتى سنة. ومع ذلك تمت موريتانيا هي الأمامية في كل المواقف وكل القضايا التي تهم العرب، لأنها الوجدان الموريتاني، العقل الجمعي الموريتاني يشعر بانتماء عربي أكثر من أي عربي بسبب القطيعة الجغرافية، الانقطاع عن الوطن الأم والبعد عن المركز كما يقال. اسمعني، الابتعاد عن الوطن الأم يجعلك زي الولد الفطيم، كلما شعر أن أمه تبتعد منه كلما اشتاق لها، وكلما كان حنين شعرها كبير. وربما يعود هذه الشاعرية لفجدان الموريتانيين وهون عليهم الشعر وحصولهم تحصيلهم هذا الوجوه يجيهم تلقائيا، ربما في هذا الموقف الحنان، هذا موقف الشوق الدائم اللي ملازمهم اتجاه العربية واتجاه العروبة واتجاه وطنهم الأم. وجودهم كدولة ما تربطهم بها سكك حديدية ولا طرق معبدة ولا مطارات ولا خطوط بحرية ولا أي شيء، منقطعين تماما في بحر إفريقي فرانكوفوني، جعلهم انتمائهم العربي حاضر في وجدانهم في كل شيء يعملوه. حرب 67 مثلا، احنا ما لنا في الجامعة العربية، لكن عشنا حالة انتفاضة كبيرة وقطعنا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. المظاهرات في الشارع نحن الشباب زارقناهم بالحجارة، معناها عندي لن أمشي المال منهم المرفوض تبرع. إذا ما احنا دخلنا الجامعة، إذا ارتباطنا بالقضايا العربية وثباتها عندنا ما هو مسألة دولة ولا مسألة سياسات دولة، وإنما مسألة شعب تمليه علينا حرب صراع داخلي بين جغرافيتنا وتاريخنا. وكان في ذاك التاريخ فم تجارب سيئة جدا
في عروبة ابتلعت وهوية انتسخت في زنزبار، وكان دائما ماهل في الهان الشباب الموريتاني والشيوخ الموريتانيين، ويزيدهم ذاك حرص ويزيدهم عزم وحزم على الحفاظ على هذه الهوية. اليوم الحمد لله ما يحتاج. هون مع الوزير نعم تكلموا عن وجدان شعبي، نعم دبلوماسية، العمل الرسمي، ايش عدل من اجل تنفيذ الشعور؟ شكيت اني قلته، هو هي القضايا، جميع القضايا العربية اللي 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 تطرح موريتانيا مواقف فيها لا غبار عليها. احنا مثلا القضية الفلسطينية، افريقيا من اطرد منها اسرائيل مرحلة معينة، يعني ما بعد 78، ما بعد 78، ما اقول لك على الدبلوماسية الموريتانية كانت في ذاك الدرجة من النشاط، ولا نقول لك عن ذاك من الدرجة من الاستقامة مثلا في المسار، شهدت مد وجزر ومنعرجات ما توفى، لأن السياسة الخارجية دائما امتداد للسياسة الداخلية، والله العلاقة بيناتهم علاقة قوية جدا. عندما تكون الأوضاع في الداخل مضطربة جدا، فعليك أن تتوقع أن تكون الدبلوماسية كذلك في ذاك من الاضطراب. إلا أن بعد القضايا العربية تمت دائما هي في المكان الأعلى وعند هذه القدسية وعند ذاك الاعتبار. يقال، وهذا هون استبق سؤالك عليه، أخبار مجيء إسرائيل وعلاقة اللي وعدلت حتى هذه كانت لا من ضمن المباح العربي، ما خلقت، ما هي لين خلقت أوسلو وطرحوا العرب، جامعة الدول العربية طرحت مبدأ على أن التطبيع مسألة فردية، مسألة السيادة تتعلق بكل دولة على حسب ما ترى يقربها، وبالتالي ما هي خروج، حنين شوي، ما هي خروج عن إجماع عربي، ولا هي خروج عن انضباط عربي، ولا هي مشي ضد تيار جامعة الدول العربية، طالما على أن خلق أسلو وخلق قطار تطبيع وطبعت لي الدولة وطبعت لي الأخرى ومفتح مسار لك ومفتح مسارك بشكل فردي. ربما جاء ذيك الظروف لأسباب معروفة، ما روجوا على أرك، أنا قد حدثت عنها مرة والله انتين، خلق ذاك السياق اللي على كل حال لا يبرر أبدا، لكنه يجعلك تفهم كيف هاي الكارثة خلقت. لكن مع الوزير، هو الدول اللي طبع الدول العربية كاملة ما طبعت مع إسرائيل باستثناء الدول اللي على الحدود. شوف إسرائيل في صراعها مع العرب، نحن هم الوحيدين. اسمعني شوف، صراع إسرائيل مع الدول العربية ما في حدود، ما ترتعي حدود، تحارب ليبيا مثل ما تحارب سوريا، وتحارب الجزائر مثل ما تحارب مصر. الكيان الصهيوني في حربه مع الكيان العربي ككل ما هو معترف بحدود، ولا هذا قريب ولا هذا بعيد. وأنا ما نبقي نرجع التفاصيل مرحلة معينة خاضت، إلا أن بعد نشير بعد على أن لين سنتاو هون الضباط الموريتانيين يطاردوا ويحاكموا في أوروبا كاملها. ما لكم تعرفوا ذاك متفقدين؟ صحيح. طيب تسعينية إلين بدأ ذاك يخلق، وبدأت أوروبا حقيقة ودولت مشاكل موريتانيا الداخلية، شهدت تدويل مؤلم ومؤسف، وعادت تطارد بذلك اللي مطاردة به في الدول الأوروبية، واضطر الرئيس معاوية لأنه يتحالها مع الشيطان ويقلب الطاولة على فرنسا وعلى أوروبا ككل، ومديته إلى أمريكا وإلى إسرائيل. قلت قاع سمعت وراها على أن ضابط موريتاني عنده مشكلة في أوروبا، كان يسوي له ابدا، ما قد سمعنا ذيك المشاكل كلها، ما تسمعنا، ما هي عاد شد اخبار غلط حد مكثر. اذا محاربه اسرائيل الموريتاني ومحاربتها للعرب ما تعترف بالحدود، وبعد من نحن الساحه الشرق الاوسط لا يقابله الا قربها من قلوبنا، وبالتالي اللي نفق الشعب الموريتاني في سبيل فلسطين ما راعى فيه الحدود، لأن هي حاضرة في قلبه، حاضرة في وجدانه، كيف قلت له محق أن إسرائيل ردت عليه بالمثل
والله هي كأنها مطابقة. ردت عليه بالمثل وسوف تواصل رده بالمثل. طيب واضح. معالي الوزير، من يصنع الدبلوماسية الموريتانية؟ هل هو الرئيس وحده؟ مع الأسف، مع الأسف، وهذه واحدة من كبريات مشاكل الدبلوماسية الموريتانية. ما عندنا دبلوماسية محترفة. ما عندنا دبلوماسيين محترفين يا غير، ما هم بل صنع القرار. نعطيك مثال ما يستشار. نعطيك مثال دليل بسيط عن الديمقراطية الموريتانية اللي ينكر عنها من النجاح ومن كذا كذا. لا حد يخلصوا برفق. من 2005 إلى الآن خالط 11 وزير خارجية. هذا يكفي. هذا يكفي للدلالة على ما هم دبلوماسية حقيقية. لأنك أنت الوزير اللي ماشي إنه وراءه، وأنا بعد خلق لي يخرصوني اللي أنت لم توادع معهم، ما عارفين كان لي نرجع لهم الدورة الأخرى. إذن ما فهم استقرار، ما فهم شيء. فهم رئيس يقرر، لكن اللي يظهر له، والحالق من الوزراء لكن اللي يحاول كلما قد يقدم نصوحة، والله يقدم استشارة يواسيها لصيفة تسمع. ما فهم. هذه واحدة من المعضلات الكبار. أما الدبلوماسيين الخارجين، والموريتاني دبلوماسي بطبيعته، اللياقة والأدب والفهم. ما يؤدوا عملهم مع الوزير؟ توجير من انتقاداتهم قالوا ما يؤدوا عملهم نهائيا. سفراء الواحدين في لا شد الأخبار وتعدال السياسة في موريتانيا، لكن اللي مبالغ فيه، لكن اللي يكلفوا به يعدلوه، لكن اللي يكلفوا به ما عندهم مروح المبادرة. لا نعطيك مثال. احنا مهلا جايتنا هذه القمة العربية ما لحق شاطنا الناس، قال بعد تحضيرها تجبره لا في تعدال الطرق ولينارة وفلير هون وجاردين هون وخيمة دشي ضروري. قال يعني ما تراها بعد في التفكير، هذا بعد من دبلوماسي موجود، وهذا من الخبرة. ما لي تجبر، ما قط بلغك عن قط اجتمعت عقول مهلا متماس مع الدولة، لياك تخرج مخرجات ودليل يقد يساعد. هم لجنة وزارية ودروع عندها قدر من موظفين، وهم السفراء العاملين اليوم والدبلوماسيين يقد يعودوا لها استشار. على كل حال هي من ناحية كانها قضية شعب، قضية أمة، وهي في الواقع قضية حكومة. المهم على أن الدبلوماسية حكومة مع الوزير هي اللي تسير ذا الشعب. أنا أنصح خلص الشيء مهم. أنا أنصح على أن بقاء الوزراء خارجية مدة من الزمن، يعودوا يقدوا يتمرسوا على ملفات، ويقدوا يواصلوا علاقات فردية شخصية قراءة للأوضاع. وهذه وزير كل سنة، وزير كل سنة كيف خلق من عام من 2005 ليلة، تعطي انطباع سيء جدا جدا جدا، وتنزع الثقة من أصحاب المسؤولية المباشرين. هذا طيب مع الوزير، شنو أولويات قمة نواكشوط؟ شنو أولويات قمة نواكشوط؟ أولويات قمة نواكشوط؟ إيه اللي قال أعطاه عنوان قمة الأمل. هذا قاعد في الدار، ما عندي أخبار عن. هل ظاهر لكم أنتم دبلوماسي؟ اللي ظاهر لي شوف، هو فما هي جامعة الدول العربية في اسمه. أنا كيف قلت لو استشارني الرئيس ما لابد منها في نواكشوط. اللي هي القمة. حال ما لابد منها. لو استشارني ما عدلها. لأن إحنا في موقع أقرب لنا، ما تعطينا قيمة كبيرة. حنين شوي، حنين وفي فكرة. تفضل. إحنا في موقع أقرب لنا وأصلح لنا النائب بالنفس عن ملفات الجامعة اللي ملتهبة وشاعلة من كل شيء. حريقها ومشاكلها أفضل لنا ننأو بهم على الرسم، أن يعودوا ليشتدوا على أرضنا وتصدر بهم قرارات على أرضنا ما أننا متحكمين فيها. وكل حد من اللي يعرف أن ما أننا متحكمين فيها. بهالأشبه اللي العلاقة بين القرارات والأرض اللي العاصمة اللي منطلقين منها القرارات علاقة عضوية. إحنا دارك لبنان ما عنده سفارة هون، ومازال إلى الآن يسقري عنه القرار أصلاً برفض دخول موريتانيا الجامعة العربية مبنى على أرضه.
مقبوض في مدينة قال الشطورة. شطورة مزايد الآن موريتانية مزايد هي اللبنانية هي اللي سورية اللبنانية. لا لا هي هي, هي في لبنان. هي قلت لك على الحدود قريبة من الحدود السورية اللبنانية. شطورة هيك هي اللي نقبض فيها هذا القرار. ومزايد الآن اللبنانيين يشعروا بحرج اتجاهنا. تجبر من الباطئ تجبر وزراء منهم خارجي. وزاروا يسقروا عنه إلى الله. طبعا. والتوانسة يسقروا حاله عن أخبار اجتماع الوزراء الداخلية العرب اللي عدلوا حزب الله منظمة إرهابية إنه مقبول على أرض تراها المطا وكذا من الزمن يسقروا عنها ودايرتهم في حراج. القرارات اللي تنقبض على أرضك أدبيا أنت عندك فيها نوع من الارتباط لأن هذا قرار تخذ في نواك شرطة هذا قرار تخذ حصن ثاني. ولذلك دولة المقر ومبنى الجامعة هو اللي ما عاروا ما على أهم حراج ما أقل حرج كان أفضل عندي ننأو بنفسنا أن لكن لا يشتد من الأخبار هم لا يفضل من قرارات أما وقد أرضاها عدلها الرئيس واستدعاها أنا ما اللي متفهم على أنه تلبية لحاجة في نفسي كل الموريتانيين لكن اللي جبروا من العطش والجوع اللي يعودوا دولة عربية متمكنة في الوطن العربي وجه هذا المحيط الفرنكوفوني الضاغط اللي جبروا فرصة جديدة عقب دخول عام 71 هذه فرصة أخرى التأكيد وترسيخه نراهم اللي على ذاك قدروا قدرانا ذاك اللي فوجدان الموريتانيين فهموا ذاك طموح وذاك الحلم أنه يتحقق ونرى أنهم اللي هو اللي يعود حمل الدولة أنها تستقبل هذه القمة إلين الصح قبلتها يلا تأس يلا تأس فهم دول الكبار احنا دولة صغيرة ما هو خاسر نرى أن بعض الناس ما تبقيهن قالوا هذا باطل حق رحم الله من عرفه قدره وجلس دونه وثابت أثبتية في الدبلوماسية وفي العلاقات مع الغير من هي عاش احنا فهم دول عندهم أجندات واضحة لهم يتحدثوا عن البند السابع الفصل السابع التطبيق قرارات الأمم المتحدة في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا تمعي ويتحدثوا عن قوة عربية عسكرية وأمن عربي مشترك زي غير أمن عربي مشترك إيشكم مشترك لياش هي سوريا ما يهون هو العراق ما يهون هي ليبيا مريضة هو اليمن ذاك حال مشترك مني مشترك بين ذاك اللي يحضر على مستويات عالية معافى وواقف على قدميه إلى آخر ذلك إذن لا كامل إحنا نختاره شخصيا عن صاحب الكياسة فيه أنتم كتبتوا اسمح لي اسمح لي بالمقاطعة والحمد لله أنقرى مرقب حتى أكثر حتى قراءته في خارج العربية الدولية من هون هون قاعد الناس طبعا أنتم كتبتوا على صفحتكم على فيسبوك تدوينة بعنوان نصيحتي للقمة العربية تماما هي اللي قلتها وقلت أعلنوا حسب ما تداولته بعض الصحف الدولية والمواقع فإن جهات عربية وازنة تعتزم وطرح موضوع القوى العربية المشتركة لإحراز تقدم أو إنجاز شيء ما على الأرض بهذا المعنى في قمة نواكشوط وهون تيها اللي لمحت لذاك في مقدمة قويتيها قلت أعلن هم عرب حريصين على عقد القمة في نواكشوط لتمرير القرارات تمام تمرير القرارات تمام هون اللي نسوي الرأي عندي أنا اللي قايل حكومتي وقايل دولتي هو أن مرحبا بالقمة مرحبا بالقمة يا الله تنجح ما هو بعد بأخبار الإحسان والوكيل والشراب والشوارع زين يشوفوا الناس عندهم أخبار نواكشوط ومع السفراء هون شغلتهم اللي يعطوهم حقيقة البلد إذا اللي قاعد فترنا احنا فيه والشقابنا ما هو الأهم الأهم تعود قرارات مضبوطة مدروسة جيدة وتعود عليها بصمات موريتانيا نواكشوط ما تعود قرار معروف أنه جاي من جهة أخرى وخذ منهم تعود عليها بصمات نحن وذاك اللي يليق أن نحن ومستقبلنا لأن القمة وافية وإحنا باقيين هون وباقي قرارات نواكشوط إعلان نواكشوط هذا هو اللي يلا عود الأهم والمهم عقبك وموسع عليهم الوقت احنا نعرف نحضروا القمم نقولوا انها ناجحه اللي يعني يعود الاجتماع يلا يبدا الثامن يلا يوفى ال 12 يوفى ال 12 الدقه في المواعيد ولين يعود حد يلا يوخذ الثامن لين يوخذ يجبر الوتا واقف ما عود يحاني هذه الى اخره دقه في الوقت وفي ذاك الجانب من التنظيم مع مضمون القرارات هذا هو نجاح القمم طيب الاخر مع الوزير شنو هي القرارات اللي ظهر لكم على انهم دول تعمل على التمرير انا نعرف الذي اللي ناصحان به اليمن اللي ناصحان به
على أنه يعين ينتخب من عام جديد للجامعة العربية. لكن يعدله إن شاء الله. الله يعدل أحمد أبو القيو يعدل من عام إلى أتم أمور تتعلق بالإدارة والعمل العربي المشترك من قد آلياته فيك تنقضى به القرارات اللي يا الله الأمور ما هي سياسية تماما وذلك ربط الموانئ ربط الطرق البرية وربط الموانئ والطيران والكهرباء خط كهرباء عربي واللي قد يصح من ذا يخلي تشتد أخبار الإسلاموفوبيا في هذا الغرب اللي عدنا هنا مرقوه تشتد أخبارها بصورة جدية وتنقبل في إجراءات. أما مواضيع النزاعات العربية أقل قد يخفف منها يخفف ولا تنسى موريتانيا على أنها هي ما يكفتهم عندها سفارة سورية في هون عندنا سفارة سورية وعندنا سفارة تركية وعندنا سفارة إيرانية وعندنا سفارة ليبية وعندنا سفارة يمنية كل هذا كامل موجود عندنا ولأنهم فرطين فيه يقير نحن قد يقول لك قال نحن أقرب نحن المحور معين إحنا أقرب نحن المحور المملكة العربية السعودية اليوم كان ماني متكلم عنه على كل حال شوف هي الجامعة العربية اليوم تنقال من هو الاتحاد الأوروبي إلى خالته بريطانيا أول ردة فعل كانت شنو دعوة دول المؤسسة ما دعوا الاتحاد الأوروبي ما دعوا 27 دعوة دول المؤسسة دول المؤسسة هي المؤسسة هي الموقعة ترى دول المؤسسة للجامعة العربية من هي نقولها باطل المشاهد اليمن سوريا لبنان العراق مصر الأردن والسعودية هاو اليوم ما خالق منهم هاو المملكات الثنتين مشي واقف على قدميه اليمن تعرف أخباره صحيح سوريا عندك أخبارها العراق عندك أخبارها لبنان عنده مشاكل لبنان عندك أخبارها مصر عندك أخبارها باقين هؤلاء المملكات الثنتين اللي صباد غريب وأنا بقي مثلا المشاهد يسمعه عبدان أن هي خلقت بإرادة ملكية لأن الدول السبع خمسة منهم كانوا كلها مملكة اليمن كان مملكة كان مملكة في كل فترة والعراق في كل فترة مملكة ومصر في كل فترة مملكة والعراق مملكة وما فهم هو جمهوريتين سوريا ولبنان طور العالم العربي طورت فيه الحريات والأنظمة الجمهورية سيطرت في اليمن سيطرت في العراق سيطرت في مصر زيادة الجمهوريات الثنتين الأخرى اليوم ذي قالوا جمهورية بعد مؤسسة رانك حالته تعرفها وبقوا مملكتين إذن هي جامعة الدول العربية أنا أقول عنها ولدت بإرادة ملكية وتنتهي بإرادة ملكية في نهاية عقبت في نهاية المطاف وهذا جزء من العقل العربي وجزء من مشاكل يوم منتهي اليوم لا مهلا اليوم بعد مهلا واقعها اليوم ذا هو تو هون مع الوزير قلت له يعني انكم ما تختاروا شو وراه بين قوسين يعود في علم المشاهد لان بعد ذاك الراجل اللي وقع على معاهدة تأسيس وإنشاء جامعة الدول العربية راه باطل إمام زيديين في اليمن هو باطل مهلا لعل غير كين قال على انه الحوثيين وهذه الزيدية وهذا راه بعد ذاك اللي موقع إكساء لتأسيس قال قد قال لك إكساء ما عنده ميليشيا وغارك عنده ميليشيا أصل عنده صرتك اللي عنده به اللي ما الإمامية ما حكمت فم ذيك الحين أصل عنده يا أخو طيب مع الوزير ورفع عن أم اللي ولوا لا يجي عبد الله السلال من العراق عاقب ذاك ويخلق الصراع بين دعاة المملكة بدعم من المملكة السعودية ودعاة الجمهورية بدعم من جمال عبد الناصر إذن هذا كامل من تاريخ الجامعة ودولها المؤسسة يساعدك على فهم بعض من أمورها اليوم ويجعلك ما تنحدر هكذا وتو مع أول تصفيقة تمشي فيها فكر واتسع وخرس يقرهون مع الوزير لين سولكم سؤال واقعيا ما قلت عن شد أخبار السياسة الأمور السياسية اللي ما هو محبب وفقم تنواكشو طيك ما يحرجنا طيب الأمور الأخرى كاملة متحكمة فيها السياسة شوف أولا قا
قضايا التنموية. أولاً هذا قلته في هذا قلته في هذه النصوحة واللي الحمد لله انقرات دولياً. واحدة إعادة بعد قاع البوصلة شار القضية الفلسطينية. ما أرى كانك سامع اليوم آخر شيء تعطيه الأنباء اليوم عن 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 عن, عن, عن موضوع الصراع العربي الإسرائيلي. هو لأن نتنياهو يرحب على الدول العربية كبارها مثلاً أن ما شاء الله بعد سنتات مثلاً هو اللي يقول يامس أنهم سنتات الحمد لله إن شاء الله الأمور بخير عادة إلى آخره. يلا بعد قاعدة نعادل بوصالة شوي لذلك الموضوع الصراع العربي الإسرائيلي وموضوع فلسطين بحيث على أنه ما يميع هكذا في صراعات أخرى لها مجالها ولها العرب متورطين في الصراع بين الفلسطينيين وانفسهم. ايوه غزه والضفه الغربيه هذه مشكله. انا نعرف على ان ايران وفارس وذاك في التاريخ لانه والعرب لا هذا صحيح والعرب يلا يعودوا امه قائمه بذاتها وجه تركيا العثمانيين وجه ايران الصفويين الى اخر ذلك. يا غير ما اللي بعد مراحل التاريخ تعود فيها أولويات معينة. لو بدنا ذاك حينك بحيث على أنك تعود عارف الأولويات كيف هون تشير مع الوزير أن أولوية الصراع يلت تعود مع إسرائيل ما هي مع إيران. بالتأكيد يا غير إيران وهذا تغلقت في الدول العربية وعدلت فيها ميليشيا. هي أنا ماش هي اللي تغلقت في الدول العربية لا العرب. أنت حزب الله إلى عاد اللي مثلاً إيران إلى عاد اللي مأجد إيران وإيران هو بعد يا أخوي عرب هما قبل أن يكونوا شيعة حن شوي البحرين واليمن سابق عودوا الشيعة هما بعد عرب هما عرب عاربة. أنت لا همك تجمع العرب لا يحول بينك معهم على أنها وشيعوا هم يقدروا عودوا الشيعة ومنك حنين شوي هو أنت أعمل على استقطاب العرب مسيحيين كان وشيعيين مسلمين سنيين إلى آخر ذلك. أنت ما دورك أنك الشيعة منهم تزرقوا الإيران أنت شيعة إذا أنت واحد من إيران إلى آخره. مع الوزير ما هو الخالق؟ هو الخالق أن هذه الخلطة ولائهم الإيران ويتلقاوا الأوامر من طهران يا غالي سبقوا شيء انت مالك انت مالك انت ومثال المملكه العربيه السعوديه اللي وقعت سفارتها في طهران مثال واضح مالو المثال الواضح اللي وقع لسفاره المملكه العربيه السعوديه في طهران شوف لا كامل اللاش قال على سبت موقف المملكه طبقت عقوبه على مواطن من المملكه العربيه السعوديه. شوف ما لنا لهم يطولوا فيه المهم قضيه واحده على ان جمع الصف العربي يلا يعود واحد من اهداف القمه والمصالحات في داخل الأمة العربية واللي قد يخفف من النزاعات هذا هو محل واكشوط محل واكشوط اللي قد ينقطع فيه يقد ما هو العكس ما هو ألغوهم وقطعوهم وانتروا منهم الجنسية هاو ما هم مدة هاو ما هم عرب فهم إرادة هم عرب فهم إرادة للمصالحة. أتمنى ذلك أتمنى أن تكون هناك إرادة ونحن أتمنى على أن تأخذ من هون قرار يعطي للدولة الموريتانية كدولة مستضيفة للقمة وكدولة يتولى رئاسة القمة على حرية التصرف وتحرك لدعم مجهودات الأمم المتحدة سواء كانت في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا مثلا. نحن قادرين على لعب الدور نحن كموريتانيا نحن اللي نعود بناء على قرار مشامة الدول العربية بالتأكيد يقر ما في شيء مع الوزير ما في شيء الدول ما تعطي للدول. رمزية الموضوع مهمة جدا. رمزية على العرب قروا على أنهم يصنعوا يتخذوا مبادرات ويتحركون باتجاه دعم ومساندة المجهود اللي قائمة به الأمم المتحدة لتسويات سياسية. أنا سميت على أن القمة تعود قمة تسويات
ناعمة بدلا من قرارات صادمة. نمشي في هذا التوجه. على كل حال المسعى من أجل تسوية سلمية ما وقفت المسعى من ما وقفت تعداد الجيوش والخطط الحربية. هذا الطريقين كلها واحدة. مع الوزير نحن هل لدينا أوراق ضغط قدرنا ضغطوا بها على العرب نجد أنه يخلق قدر من التوافق والتصالح؟ عادة رئاسة القمة لها من القوة ومن الرمزية والقوة الأدبية والقوة السياسية ما يجعلها على الأقل تتفادى قرار ما تبقي. بدون استخدام الفيتو بالتأكيد. بدون استخدام الفيتو. ما هو الفيتو وإذا قاعد فيتو معنوي قصدي. ما هو ما الفيتو عبارة متينة شوي. يا غير توجيه للخطاب وتوجيه الأشغال والعمل في اتجاه لكن لها أماكن. قد ما تراه كامل قد ترى منه شيء غير بعد خالق رواية مؤكدة أنك شم اللي ما بقيته مطلقا ما هو لأيه خالته. طيب مع الوزير بالرجوع للقرارات اللي قلتوا على أنها مهمة عند بعض الدول أنها تمررها في نواكشوط. فم اليوم الوفد الحكومي الحكومة اليمنية المعترف بها حكومة عبد رب منصور هذه ماجل مشاورات الكويت. يقال على أنه قاع ما هو يجي لمشاورات الكويت أنه ينتظر قمة نواكشوط لأنها قد تتخذ قرار بقوة عربية مشتركة تنزل اليمن. وهلكم إذا واقع أنا كل حال أنا سمعته اللي سمعته أنا بعد مش مؤكد هو على أنه لن يقبل عن الأمم المتحدة طبعا من خلال مبعوثة اللي هو إسماعيل ولدنا احنا وبوابتنا اليوم على الأمم المتحدة وفخورين به ومعاه بطبيعة الحال أنه معاه لا يقبلوا يعدل له حكومة وحدة وطنية. وهذه كارثة. هذه كارثة حقيقة. هذا الموقف ما نعرف كيفاش له قد هون في نواكشوط يعود محل شد أخبار ويعود محل تبني. على كل حال نحن مجرد محللين عندنا قراءة من بعيد لما يجري. طيب لا من باب التحليل ضافكم على قدتوا عدل من ناحية الواقعية قوة عربية مشتركة وتنزل الأرض في اليمن خصوصاً الحرب في اليمن لها أكثر من سنة. هي يقول قوة شمن العرب هي ما تقول قوة عربية مشتركة ليه تنطلق عليها وتوصل؟ لا يا غير تعرف احنا بعد هون ما دورنا تضليل الناس ما نضلوها يا غير ملي ما نقبلوا ما نقبلوا احنا ما لنا ما دورنا لا كتوف. هي ما ليش قوة عربية مشتركة بالعرب ما هم مشتركين أراي إن بابي أو لا يقوى. اللهم حد انطلق من مبدأ على أن اللي منها ساقط إنه ما والله منها عنده مشاكل وفيه نزاعات مسلحة لأنه كامل ما وصالح والله فيه فريق منه وصالح والآخر. إذن هي وضعية متينة ما يسهل. القمة تلقاو فيها كيف قلت لك عاملين هم اللي جعلوها تخلق. واحدة قوة عربية متينة لها غاية تخلق قمة تشرع قدر من القرارات قدر من التوجهات. كانت قلت عدلهم أو نواكشو حنيني وصادفت هذا صادف هذا مولي دولة إلهي قال لهم موريتاني عندها هي مولي غاية في نفسها تستضيف قمة من أبيالها مطلب داخلي وطموح وحلم وتأكيد ذات وتأكيد هوية وانسجام مع الذات ومع الوجدان. خلطوا ذلهنين وخلقت القمة هون وتو مع الحروف الأبجدية. طيب مع الوزير وهي محلها الحقيقي ومكان الحقيقي كان القاهرة في وسط مبنى الجامعة العربية. طيب مستوى حتى ما هو شرم الشيخ برد يعود الله وصفا من مبنى الجامعة العربية اللي عليه راية جامعة الدول العربية. طيب أكو بلزها الحقيقي. سؤالكم عن مستوى التمثيل مع الوزير يعني مستوى التمثيل مهم في القمم العربية لأن القمم العربية في النهاية ينقال على أنها قاعدة مستوى التمثيل بتو. شوف أنت عندك في دول المؤسسة بعد اللي ذكرنا
خاطي مصر اللي رئيسها حتم عليشي بلي ولا يسلم الرئاسة، مع أنه بعد تركيا ما جاها. تركيا عندهم معها مشاكل ما كذا. إذن بعد اليمن ما نعرف ما هي اللي أني جاي حد من هناك بعد. من قال جاي عبد الرب منصور هادي. إلى جاء منصور هادي عود جاء مثلاً رئيس طائفة من اليمن بعد في قراءة شم العرب. ومعترف به دولية. في قراءة شم العرب إحنا شادين أخبار العرب. ذاك وسوريا ما عندها أي شيء حد. المملكة العربية السعودية اللي هي الوازنة. المملكة العربية السعودية أقل لي شيء منها مرحبا به. أقل لي شيء منها مرحبا به كافي سوريا. سوى منه سوى قاعدينه أهلا ما شاء الله. والخليج بشكل عام همها صالح والخليج بشكل عام لأنه الخليج ينقال أنه في المرحلة وهو اللي أنا ما اللي قلت لك شوارد حتى ما سمعت اللي قلت لك أنا ذاك عنهم هم السبعة هي الدول اللي أسست والتأسيس معنا الواقع شو هي الناس العقلاء قوة فاعلة. أنا أعطيتك مثال أنا ثاني أول ما قلت لك الاتحاد الأوروبي أقل هاي دول مع الوزير موجودة الاتحاد الأوروبي دول اللي اجتمع دول موجودة هاي دول عندها المشاكل لعات الدول المؤسسة ما مشغولة بنفسها ما تجتمع ما هو داعي 27 فهموا هو التأسيس دولة مؤسسة ما هي كلمة ماشية مع الرياح هكذا يقر مع الوزير هون القياس مع الفارق الدول الأوروبية المؤسسة بعافية وبخير والدول العربيه المؤسسه اليوم يا سلمى ايوه تعرف الصالح انها ما ان اجتماع حقيقي صالح كذا بعد قاعد بشروطه انه لا مازال دون شيء مع الوزير شنو رايكم والله تحليلكم في التسريبات اللي تقول انهم دول عربيه تعمل حضور الله ان شاء الله يعمل يشوف جميع الرؤساء والملوك يشوف كاملين هذه القمة في المراكشوط والمراكشوط بارك الله تسيع الجميع كامل. أنا المهم عندي اللي قلت لك أن ما يبقى هون قرار يصدر من هون قرار محرج اتجاه جزء من الشعب العربي السوري والله العراقي والله اليمني والله ذاك اللي صالح شيء آخر في صراعات إحنا كموريتاني لا قاعدين منع عنها واضح. طيب شنو رأيكم تحليلكم وانطلاقا من خبرتكم شعاركم مدى صدقية التسريبات اللي تحدث عنها دول عربية والله دولة عربية تعمل على إفشال قمة نواكشوط؟ ذاك لا أساس له من صحتي. ما نقدر نجبر مسوق يسوي شنو؟ يعني غير إحنا الله يعطينا خير يمهون قبلنا من تضخم الأناء والاعتزاز بروسنا وشي أكثر من الغاية. إيت مرة نسمعهم يقولوا راننا معسين إيران من ذاك من ذاك من ذاك اللي ذاك التحرك اللي تعدل في البحرين إحنا هم. ونسمعهم مرة يقولوا يا الصين واليابان وهك شار ذاك بحر الصين ذاك السو ران لكم ران داعينكم لضبط النفس شعارات سياسية هذا تعرف كان وراكم ملي لا نعود حين قال يروقنا وحدين آخرين يروقونا إحنا قاعد ما رايقنا حد ولا رايقنا علاش دبلوماسيا العاد يروق قال لا تقبلها قل لا شوي 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 ما تفهمنا لا ما سمعني لا إحنا ما رايقنا حد وإحنا ملي ما نرايقين حد إحنا دولة مسالمة سلمية عندنا علاقات جيدة مع جيراننا ولا اللي طلعت موجة والله غمام والله أي شيء مستعدين لزاحته ولا نقابلين ولا نعترفين به إلى آخره هذا لأنه هو المنطق السليم هو الخطاب اللي يلا يعود بشرط يعود ما هو حق ولا حرأي العاد هو الحق واضح مع الوزير فهم دعوات تصدر من الحين والآخر خصوصا من قبل قادة في الموالاة يدعو لإبعاد الصراع السياسي الداخلي هون وتجاوزوا ينين صيفطوا البرانيين انتم طبعا كتبتوا تدوينة على فيسبوك عن البرازيل قلتوا انها اللي تستضاف العالم بأسر وعلنها فيها المظاهرات كذا كذا طيب انتم ماكم عادي الدعوة أراكم عن الصراع السياسي ما يرطي يهدى ينين تخطى القمة هو صراع السياسي لعاد ديمقراطي وسلمي وديمقراطي احنا فخرا يشوفوا ديمقراطيتنا لأنها فرق كبير بين نحن وهم احنا قدامهم
احنا اللي يجي كامل احنا قدامه مرحله بيننا معاها اشواط في الحريه والديمقراطيه. الحريه وفي الديمقراطيه وفي الوجود هو الضمان الحقيقي اليوم لوجود الدول. وبالتالي الى اللي عاتهون مظاهرات وعاتهون شرايط تتكلم وعاتهون عندها راي اخر هذا لا من اللي يزيدنا. خالق شيء ينقال له ينقال له ينقال له الشغب وكذا وكذا ما نراجيه قاع سوى هون قمه وسوى ما هو قمه وسوى هون ضيف وسوى ما هو هون ضيف ما هو مرجي ولا هو مطلوب واحنا ما هو من عاداتنا ولا هو من تقاليدنا ولا هو من نظامنا الديمقراطي رافضه تماما. اما سلميا حد الشباب عاطل عن العمل الى وقف عنده لافتات انه يدور العمل ايش فيه؟ هذا ما في شيء سوى شنو؟ ثم بعد ذلك نختار نقول للمنظمين الموريتاني ما فايت شيء من اخبارها حقيقه ما لا يمشي بها رقاش فنهار والله هون السفارات تشتغل لها السنين والدهورة وهون وفي وقتنا معالي الوزير عندي سؤال لابد ان اطرحه لكم. التحدي الامني ايش ظهر لكم عنه؟ التحدي الامني نختار مبشر الناس كامله اللي جايه واللي هون الحمد لله السر في النجاحات اللي تذكر عن دبلوماسية موريتانيا هي ما هي نجاحات للدبلوماسية الموريتانية هي نجاحات للمقاربات الأمنية. موريتانيا استطاعت من خلال تثبيت الأمن وتأكيد الأمن على حدوده منطقة الساحل الشديدة وأداء قواها العسكرية والأمنية والمخابراتية استطاعت أن تجلب راسها قدر من الثقة وقدر من الأنظار شورها. تعتبرون أن المقاربة الأمنية الموريتانية هي ناجحة؟ ناجحة الحمد لله. طيب ويزيدها نجاح ان شاء الله ان شاء الله. هي قلت لك اللي لفتت شارها انتباه الغرب والامريكان وبعض من العرب لان هذه الحروب اللي كنا شادين اخبارها والنزاعات سواء منها في منطقه الساحل كان وسواء منها في اليمن ما فيه هاي منطقه الساحل الا جيشين هم اللي قد يعود عندهم فيه اداء صالح يقد يعد به من هم احنا وتشاد والجزائر. الجزائر لا طمع فيها لأن مع جيش جزائري وتوف احنا وتشاد جيشين عندهم مقدرة وعندهم لياقة وعندهم تنظيم وعندهم تكوين في الأراضي الصحراوية فهمت القايلة يجعلهم يقدوا يعتد بهم ويقدوا عندهم كلمة. ذاك هو اللي جرنا هذا الشفت من نفوذ ومن تأثير ومن مغازلة من بعض الدول العربية والغربية لا أصل فيه الجيش ما لا أصل فيه الدبلوماسية. طيب واضح. طيب نختم بتدوينة عاد كتبتوها تدوينة جديدة لكم كتبتوها تحت عنوان لا جديدة تحت الشمس. لقد اعتادت القاعدة وذرتوها بين ظفرين وهنا منذ الأزل أن ترحب وتمجد وتعظم القمة إلى حين رحيلها فتصنع نفس الشيء مع القمة الموالية وهلما جرى إلى اليوم. أبشروا ابشروا لأن الناس اللي مخمم هاي كان لا ينجح كان ما ناجح كان نحن قاع القمة تبارك الله لكن عندها كامل صالح و ساقطين القمة على القمة هنا في موريتانيا. أيوة على القاعدة والقمة يا غرقا عندي تدوين أخرى يا الله يعطونا دقيقة اللي نذكر بها. أنا كنت نتابع برنامج في واحدة من قنواتكم هاي ولو تبارك الله واحد من أهل الرئاسة يقول طرق وعدل فيهم وكذا وعدل فيهم سميتها العبادة المخصصة للقمة العربية. إلي صد لي فقريش لا صديق لي تور أنا بعد مسلم عليهم من هون قالوا بلال لما قال العرب إشاؤهم عربهم حمد حامدين لمدانا اللي ما متنا إلي شفنا عربنا جايين ومعرفهم تعرف إحنا كامل البق من ذا شمنا إخواننا وجايين إحنا مضخمين الأمور تعتبر إحنا مضخمين الأمور وعندنا قاعد كيف شيء متعض إنه قاعد ما عندنا حياة دون ذو إنه قاعد وما أخذ وإذا شمنا ولا النظام الرسمي العربي وفي حدود ولا أطراله ما لا النظام. أنا اللي فكرني على ذاك الثوري كان وذاك كان في اليسار وذاك اللي كان يعيط هذا كامل اليوم ولا النظام العربي الرسمي. أشكركم جزيل الشكر انتهى الوقت نهائيا. أشكركم جزيل الشكر سيد محمد فالبلال وزير خارجية سابق كنتم ضيفي في هذه الحلقة في هذه التغطية للقمة العربية قمة نواكشوط. كما أشكر الزملاء فيفال علي الشيخ محمد عبد الله تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.